احمد بالارضي ملعب ولقاء مهم مع المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري. اتفضل يا كريم. بجد التحيه لك من جديد يا كابتن هيثم وكل نجوم الاستوديو التحليلي، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، منتظرين بقى ان شاء الله صفيره الحكم بانطلاق نهائي منطقه القاهره الاهلي والجزيره. لكن بيسعدنا اكيد ومن ضمننا في هذه اللحظات المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. برحب بيك طبعا يا كابتننا ونور قناه النادي الاهلي، ومجهود كبير كالعاده طبعا بالنسبه لتنظيم البطولات وتحديدا للسيدات النهارده. ان شاء الله بنتمنى يكون في جيم قوي يليق باسم النادي الاهلي وايضا كمان نادي الجزيره. اهلا وسهلا، منورين طبعا. ده نهائي القاهره، واحنا برضو كاعضاء مجلس اداره الاتحاد موجودين بنتابع، لان احنا يعني الحمد لله ربنا اكرمنا ومخلصين الموسم بتاعنا، الدنيا ماشيه كويس، خلصنا كل بطولاتنا وابتدينا الموسم الجديد. حصل توقف بس عشان الاجنده الدوليه، اذا كان منتخب الاول رجال او منتخب 18 اولاد وبنات، لكن منطقه القاهره استغلت التوقف ده تلعب نهائي السنه اللي فاتت. مجهود طبعا مشكور ليهم. النهارده الاهلي والجزيره في النهائي، حاجه كويسه ان احنا نشوف الجزيره ابتدت ترجع تاني، يعني حاجه كويسه. اعتقد الثالث والرابع بيقول ان الماتش الجاي يعني ملوش مقاييس، فنتمنى التوفيق طبعا للاحسن، والنهائي يليق بمنطقه القاهره والاتحاد المصري لكره السله. بيبقى اكيد في صعوبات في الموسم، وكمان تحديدا لما بيبقاش في ازمه زي ازمه كورونا يمكن بتعمل ازمه كبيره جدا على كابتن عبد المطلب. تعاملتوا مع الامر ده ازاي، وان البطوله تستكمل بهذا المنظر وبهذا الشكل وبهذا النجاح يحسب اكيد المجلس بالكامل. بص، هو نهايه الدوري اللي فات طبعا احنا كنا يعني كانت الدنيا اهدى شويه من دلوقتي، احنا داخلين في البيك بتاع او ذروه الكورونا، يعني الهجمه الثانيه ديت او المرحله الثانيه. اتمنى ان يعني السلامه لكل المصريين مش رياضيين بس، وتعدي علينا على خير ان شاء الله. في اخبار كويسه طبعا بالنسبه للعلاج والكلام دوت، لكن الدنيا بالنسبه لنا كان منتخبات صعبه جدا جدا جدا، ويعني الاخبار احنا خايفين على الولاد جدا، لان اي حد حصل له اي حاجه مفيش وقت انك انت تعمل ريكفري. احنا شايفين المنتخب الاول كوره صلاح والنني، يعني الدنيا، فالناس كلها لو سمحتوا خلوا على بالكم، خلوا بالكم، هي مش موضه وخلصت. الكورونا مرض مقيم، ان شاء الله يبقى له دواء، بس في الفتره الحاليه احنا كلنا خلي بالنا على بعض. اتمنى بس القاهره يعني واخده قرار جريء يكملوا البطوله. شايف اللعيبه كلها حاطه الفيس ماسك، ما حدش بيسلم، يعني حاجات بدائيه مش كتيره، بس على الاقل بنقلل نسبه انتشار العدوى. المنتخبات زي ما بقول لحضرتك كده هنطبق من نظام البابل زي ما اتطبق في الام بي اي. مش عايز اقول لك الاشتراطات اللي طالبها الاتحاد الدولي غير طبيعيه. والولاد يمكن المنتخب الاول هيخش من بكره ولا بعده معسكر مغلق لغايه نهايه التصفيات في اخر نوفمبر، ونفس الكلام هينطبق على منتخب 18 ولاد وبنات. فيعني هنعديها، واتمنى ان احنا نعديها كلنا باقل خسائر ممكنه. الوصول للقمه يمكن سهل، لكن الحفاظ عليه يمكن امر صعب جدا. انا بتكلم على تحديدا على السيدات النادي الاهلي، الحصول على الدوري المرتبط، دوري السوبر النهارده كمان لو يمكن حققوا بطوله المنطقه هيبقى الثلاثيه. مجهود كبير اكيد مع الازمه اللي فاتت دي، تحسب اكيد للجهاز الفني واداره النادي الاهلي مع كابتن مطلب. بص، هو الجهاز الفني للاهلي طبعا كابتن علي هاشم مدير فني منتخب اشتغل معانا كتير، فهو يعني عنده ثقل في الحته دي. السنه اللي فاتت واخد بطولتين من ثلاثه، مع ان النهائي كان صعب، لكن قدر الفريق مع الجهاز طبعا ان هم يتداركوا الموقف في المباراه الثالثه وينهوا لصالحهم. عارف ان جابوا محترفه قويه جدا، ما شفتهاش انا، يمكن النهارده جاي اتفرج عليها اشوفها عامله ازاي. في بعض الغيابات، لكن الجزيره برضو جايب اجنبيه، ضم ريم موسى، فالفريق برضو موجود على مستوى المنافسه. يعني ورقيا نظريا الافضليه للاهلي، لكن الملعب ما فيش حاجه مضمونه. اللي هيعرق وهيتعب وهيجتهد وهيركز ويكون التوفيق طبعا معاه هو اللي هيكسب. نتمنى بقى ان احنا في الاخر نهني اللي يستحق المكسب بغض النظر يعني مين حصل ايه، لكن ان شاء الله الافضل يفوز باللقب. شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا يمكن. اتفضل يا كابتن عايز. معلش انا كنت يعني برضو كنا محتاجين نسال المهندس محمد عبد المطلب اذا كان عدم طبعا شراكة منتخب مصر او انت عارف منتخب مصر كان عنده معسكر في صربيا، ولكن الغاء المعسكرات دي، بس خلاص ان شاء الله هنعرفها منه في لقاء تاني ممكن بعد الماتش ولا حاجه. كلمنا عن المباراه دلوقتي، الاخبار ايه، النتيجه كام، فاضل قد ايه من الوقت؟
يمكن الكوارتر الثالث خلاص يمكن على وشك الانتهاء، الكوارتر الرابع خلاص يبدا يعني على ما اعتقد بشكل كبير. يمكن النتيجه بس انا مش شايفها عشان ورايا كابتن عيسم، يعني يمكن التامين هو اللي متقدم، ويمكن حتى الكابتن عبد المطلب بيقول المباراه دي تديك بقى اشاره ان الجيم اللي جاي يمكن لسه الامر يعني مش محسوم، لان هليوبلس فرقه مميزه جدا، لكن الحقيقه التامين عامل جيم كويس جدا. وهاخد كمان بقى من كلام يمكن المهندس محمد عبد المطلب طبعا، وهي كايلا طبعا المحترفه ادائها رائع ومميز جدا يا كابتن هيثم، بتلعب في مركز 4 و5 مميزه جدا، وتحديدا في الثلاثيات، ويمكن انت كنت مالك الثلاثيات طبعا مع كابتن اسلام علي النهارده، لو كانت موفقه وهتبقى موفقه ان شاء الله في امر الثلاثيات ده هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، يعني باكيد يمكن اشاده كبيره. وبنشكر النشاط الرياضي بشكل كامل ومجلس اداره النادي الاهلي، العين الخبيره ما بتكون متواجده يا كابتن هيثم، امر بيكون مهم جدا، الكل بيساعد طبعا لمصلحه النادي الاهلي مع الكوكبه المميزه جدا اللي عاملها كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الاهلي، خبرات ويمكن عناصر صغيره موجوده في الفريق وكمان محترفه مميزه. كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تساعدنا نشوف جيم يليق باسم النادي الاهلي، وباذن الله لاعبتنا النهارده ان شاء الله تحافظ على الثلاثيه. مستمرين معاك يا كابتن عيسم، وانا معاك لو في اي استفسارات يا كابتن كريم. احنا بنشكرك وان شاء الله نرجع لك لو في مزيد من اللقاءات ان شاء الله برضو، يعني يا ريت تبلغنا، ونبقى سعداء جدا لما نعرف حتى استعداد الفرق بالشكل العام للموسم الجديد. بشكرك شكرا جزيلا، ونرجع لك تاني اكيد كريم احمد زميلنا من ارض الملعب.